عايزه اتكلم معاك. انا اللي عاوز اتكلم معاكي. من ساعة ابويا الله يرحمه ما مات، الله يرحمه، واحنا عمالين نلف وندور حوالين بعضينا، ولسه كل ده ليه؟ عشان الفلوس. ينعل أبو الفلوس، كل واحد عاوز ياخد حتة من ورث أبوي الله يرحمه، وزي ما بيقول حقه. صح ولا أنا غلطان؟ صح. والله العظيم تعبت، تعبت من العيلة دي ومش قادر أشيل همها، همها التقيل على قلبي، والعراق زاد عن حده، ولو زاد أكتر من كده هتلاقينا كلنا بنقتل في بعضينا، وفي الآخر اللي احنا عايشين فيه ده إيه؟ ملوش عازة. عمتي أنا هديك المال كله، اعملي فيه اللي انت عايزاه. بس أنا ما كنتش عايزة كده. مش عايزة كده؟ مش محروس قالك انت الكبيرة؟ وقفي ولم العيلة وأنا وراكي وفي ظهرك. أنت أخت أبوي، يعني أنت الكبيرة، وأنا عارف إن أنت هتعملي الصح. المال كله هيبقى في يدك، اعملي فيه ما بدالك، وأنا عارف إن أنت هتعملي الصح والصالح. المال كله هيبقى في يدي؟